السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبروك عواشركم متتبعات شهيوات أم العربي. اليوم غادي نوجدو واحد الحلوة سهلة، بما أنه جاوني طلبات كثيرة على حلويات سهلة. النساء كلهم عيانات فهاد رمضان، بغاو حلوات سهلين. اليوم غادي نعطيكم واحد الحلوة سهلة بالشوكولات، يعني ما تطيبش في الفران ودغيا كتوجد بسرعة. لهاد الحلوة غادي نحتاج، هادي هي حلوة الكوكو نيسلي. هاد الحلوة غادي نحتاجو فيها 250 غرام ديال الكوك، 250 غرام ديال جوز الهند، علبة ديال الحليب مركز محلى، ما غاديش نديروها كاملة. انا غادي ندير هنا روح ديال الفخاز. اي سيدة ممكن دير الروح اللي بغات، او ممكن تخليها عادية كما غادي نوريكم. غندير شوية عادي وشوية ندوزو للشوكولات. غادي نحتاجو الشوكولات اسود والشوكولات ابيض. انا خليته في لومبالاج ديالو الشوكولات، لانه هو بزاف كتجيني اسئلة اشنا هو الشوكولات اللي كنستعمل، نوع الشوكولا. هذا هو نوع الشوكولات انا اللي كنستعمل، هذا الشوكولات نوار وهذا لو بلون ديالو. يعني كنستعمل هذه الماركه لانها كتنجح وصادقه 100%. هذا الابيض وهذا الاسود، هذا هو الشوكولا اللي كنشري انايا، اللي كندير به الحلويات ديالي ديال الشوكولاته يا كاكيه اللي كاين هو هذا. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير اللي هي سهله وبسيطه ان شاء الله. غادي ناخذ هذا الكوك ديالي، قلت غادي ناخذ الكوك ديالي اللي هو هذا. غادي نبدا نفرغ فيه الحليب مركز محلى. انا غادي انا فرغت غير النصف ديالو وغادي نخلط. كفى هو هذاك، ما كفاش على نزيد. المهم هذا راه ما غاديش نديرو العلبه كامله، ولكن عاوتاني على حساب الكوك. كاين الكوك اللي تيشرب وكاين الكوك اللي ما تيشربش، راه ممكن تهز ليا حتى العلبه كلها. باقي هنايا، يعني باقي كيتفرتت، باقي ما بداش تيتجمع ليا. غادي نضيف الحليب، غادي نخلط. هاد الحليوه سهله بزاف وبسيطه بزاف ولكن لذيذه. غنزيد الحليب المركز المحلى. هنايا انا كملت الجميع ديالي، هانتوما كتشوفو كيولي يعني خاصو يولي يتكور لينا هاد الكوك. نبقاو نزيدو في النسلي حتى يولي يتكور، هانت كيوليو عندنا كويرات بحال هكا. قسمتهم على جوج، هذا غنخليه ابيض على جنب، وهنا وهذا غادي نضيف ليه الروح ديال الفخاز. انا درت واحد المعلقة، غادي نخلط ونشوف حتى يولي هذا الروح اللي فيه اللون وفيه المذاق، يعني روح الفخاز وملون في نفس الوقت. انا غادي نبقى نخلط فيهم حتى كان يدخل لينا، ولا ما كفانيش يعني كتبقاو تزيدوا حتى توصلوا للون اللي باغيين نتوما. كيف كتشوفوا دابا ولاو جو عندنا زوج ديال الالوان، واحد غوز يعني بنكهة الفخاز، واحد خليته عادي غير بنكهة النسلي. دابا غادي نديرهم كويرات كل واحدين بوحدهم، وغادي نخليهم يرتاحوا شوية في الثلاجة تقريبا واحد 15 دقيقة، وندوزو ندوبو الشوكولات ونبداو نغمسوهم في الشوكولات مع بعضياتنا ونزينوهم. كيف تتشوفوا الحليوات ديالنا من جمعتهم، ها هما كورتهم كويرات بحال هكا، الابيض بوحدو وهاد الغوز بوحدو اللي بالفخاز. خديت توصيل اخر فرشت فيه البلاستيك، دوبت الشوكولاتة ديالي. دابا غادي نبدا نغمس الحليوات ديالي، يعني كناخد كرة هكا وكندير وزها كاملة، ندير فرشات حسن وغادي نهزها بالفرشات بحال هكا كما كتشوفوا. نحاول معاها بحال هكا، تقطر ليا شوية من الشوكولاتة وغادي نحطها في البلاستيك بحال هكا بحال هكايا. درت وحيده غوز، دابا غندير وحيده بيضه
وغادي نهزها حتى هي بحال هكا، ومباشره البلاستيك ديالي نبعدهم شويه بحال هكا، وغادي نكمل الحلوه ديالي كلها على هذا الشكل. ومني غادي يتجمد غنديروها في الكويطات ديالنا ونزوقوها بالشوكولاط الابيض. الحليوه ديالنا من بعد ما غمستها في الشوكولاط يعني حطيتها في هذا البلاستيك باش يقبط لينا راسو، تجينا سهله باش نهزوها كيف كتشوفوا. دابا غادي ندوبت الشوكولاط الابيض ديالي غنديرو في واحد البلاستيك ونثقبو من واحد جنيب، وغادي ندير خطوط فوق من هاد هاد الكويرات ديالي باش نفتحو اللون ديالها ونعطيوها شكل اخر. كيف كتشوفو ها هو هنا، كناخد البلاستيك كنثقبو وكندير هكا خطوط يعني بحال هكا، نبقى غادا ندير فيهم خطوط نزينوهم وتزين حسب الذوق بحال هكا. هذه هي الفكره ديال اليوم والحلوه ديال اليوم. انا غادي نخليها تنشف مزيان وغنديرها في هذا لي كيس ديال الحلوه، هذا الحلو الكويطات ديال الحلوه. نتوما اختاروا اللون اللي بغيتو، انا درت الابيض لان الشوكولاته دايره اسود. يلا غادي يجي مواتي هو هذاك، نخلي الحلوه ديالي تبرد ويجمد الشوكولاط ونقدموها بالصحه والراحه. الحليوه ديالنا كيف ما كتشوفوا مني خليتها حتى جمدات، درتها في الكويطات ديالي ودرتها في الطباسيل. هاد الحلوه سهله بسيطه بزاف ما فيهاش، وكنوجدوها في 10 دقائق يعني ما كاينش شي تماره فيها ولا شي حاجه. نتمنى تكون الوصفه ديال اليوم نالت الاعجاب ديالكم وعجباتكم. اللي عجبتها الوصفه دير جيم للفيديو، اشتركوا بالقناه ديالي باش توصلوا دائما بجديد شكيوات ام العربي، وعافاكم عافاكم ديروا بارطاج للوصفات اللي باش تساعدوني في نشر الوصفات ديالي. والى اللقاء في حلوه اخرى ووصفه للعيد ان شاء الله. دمتم بود.